لانه كانت في اثار يعني الانتفاضه. اكلت لي اختي هذيك المره اجل اليهود تخو. هاي الزرافه كانت موجوده هون عندنا في الحديقه، هي زرافه ذكر اسمها براوني. اكثر من حكي من حكى فيها، بس هي الحكي يعني بقول لك خلص عمرها. خلاص شفت أمك سمعت بضحك؟ هيا لايك ات يا اتس مي نضال جلود، ام ذا بابليك اند انترناشونال ريليشنز اوفيسر at Qalqilya municipality in Palestine. Hello, good morning. How are you? So far so good. Okay. A member of the Knesset to do a lobbying for you, I can arrange. To influence the IDF, I'm not sure. We can hardly help you with get permits to visit to Jerusalem. Hello. حديقة الحيوانات عندي زرافة شايف علي، بدي اطلعها لبرا. أول شيء بدور على المحل اللي بدي اطلعها عليه لبرا، إذا المحل مش مناسب أنا مستعد أقتلها ولا اطلعها على المحل. نخون وي كان جيف ذات وان. ذات وان وي كان جيف. يو دونت نيد ذات. نو نو اتس نوت فيت ذات. اوكي نوت سيرف ذات. وانس أجين بليز كود يو كونكت مي تو ذا مانجر أوف ذا زو. ديك أشوف يس يس يس. You know English? My zoo should grow up and be famous zoo in the world. But to reach the minimum standards, it needs a lot of time. Deutsch or Danish? French? Yeah. French, you know French?